فنون المسرح. المسرح المدرسي في فترة من فترات كان بيقدم لنا أكبر وكبار الحقيقة الفنانين في كل المجالات، وحتى لو ما كانش فنانين لكن كان بيطلع جيل مختلف، كان بيطلع جيل مثقف، كان بيطلع جيل واعي، كان بيطلع جيل عنده طاقة إبداعية كبيرة. في فترة من فترات الحقيقة المسرح المدرسي تم إهماله بشكل كبير جدا، مش عايزة أقول اندثر يعني، لكن تم إهماله بشكل كبير جدا، لكن عودة بقى مرة تانية لأهمية المسرح المدرسي. إحدى المدارس أقامت ملتقى المسرح المدرسي في دعوة لعودة مرة تانية لزي ما بقول لحضراتكم أبو الفنون، إن هو يكون موجود في كل مدارس مصر. الحقيقة من زمان عمرو كمال راح وعمل لنا تقرير حول هذا الموضوع من عودة المسرح المدرسي وملتقى المسرح المدرسي. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير وبعد كده نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. هذا الحدث الرفيع المستوى يركز على تعزيز وتعميم التثقيف المكلفة بمكافحة الفساد، وهو ما تسعى إليه الدولة داخل كل مؤسساتها، وذلك من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة. بانطلاق ملتقى المسرح المدرسي بيعود أبو الفنون للمدارس المصرية لتكوين جيل مثقف وواعي يقدم فنا راقيا ومبدعا. احنا هدفنا تفعيل المسرح المدرسي داخل المدارس، كل المدارس المصرية لازم يبقى فيها مسرح. المسرح رسالة، رسالة مهمة جدا. البيت المجتمع اللي بينمي طفل من غير الفنون والمسرح صدقني هيطلع بني آدم مشوه. وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. الملتقى الأول للمسرح دي ثمرة بروتوكول تعاون بين الجامعة ممثلة في كلية التربية النوعية ووزارة التربية والتعليم ممثلة في مدرسة الشبان العالمية. عايز أقول إن مسرح لا يلامس إنسانية الإنسان ليس مسرح. عودة النشاط المسرحي ده عودة لإحياء نشاط مطلوب جدا في مجتمعنا، مفتقدينه جدا. النشاط ده هيرجعنا تاني، هيعيد صياغة نظرتنا المجتمعية مثلا لذوي الهمم، هيعيد نظرتنا الاجتماعية ان احنا نوقر كبيرنا ونرحم صغيرنا، هيرجعنا تاني لعصر الاحترام، القيم، هنسمو اكتر باخلاقنا. بناء الانسان بيبدأ من المسرح المدرسي، من الفنون، تعلم الفنون، الخطابة وازاي يتكلم. أنا فرحان باللي أنا شفته العرض ده، إنهم بيكلموا بالفصحى، لغتنا الجميلة، ده شيء جيد جدا. وكل ما الفنون ارتقت بالإنسان، كل الفنون، مش المسرح بس، يعني الفنون والموسيقى والخطابة جوه المدرسة، ده شيء هايل جدا. احنا هنا في مدرسة الشبان دايما بنعمل حفلات في كل المناسبات، مثلا اكتوبر المولد النبوي، وزي النهاردة عملنا برلمان، محاكاة للبرلمان الرئيسي عن طريق ان احنا بنوضح الحاجات اللي احنا بنكافح بيها الفساد. انا بالنسبة لي المسرح يعني بشتغل فيه كتير، 5 سنين بنعمل حاجات على المسرح، وبجد يعني المدرسين اللي بيشتغلوا معانا هم مهتمين جدا بالمسرح. المسرح بينمي مهارات كتير عند الطالب، الحفظ والاداء وكده، وانا على نفسي بحب المسرح جدا. هو بالنسبه لي حاجه كبيره، لان هو بيخلينا نتعلم ان احنا نتجرأ ان احنا نطلع قدام الجمهور، ازاي يكون عندنا القاء كويس بحيث ان احنا نقدر ان احنا نطلع قدام جمهور فنتكلم كويس. بالنسبه ان احنا حاجه مشرفه للمدرسين، بيتعبوا على الشغل اللي بيعملوه معانا. المسرح المدرسي يعني هي الحاجه اللي بتخرج طاقتنا، بتوسع مداركنا، بتخلي في تعامل مباشر ما بيننا وما بين المدرسين.